يلا استاذ هند، ايه الجمال ده وايه الاناقه وايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك. كلمينا على الاطار الجميله دي. الديزاينر مولر هو اللي عامل لي الستايل الجديد ده النهارده، والشعر طبعا دي باروكه بس عشان الناس تبقى عارفه مش بنكذب، والميك اب ارتست طبعا ساسو وسيد عزت اللي ملبسني باروكه. سر اختيارك للون الازرق؟ هو اللي اختاره لي. عرض عليا الدرس المره دي يبقى لونه زهري، قلت له اوكي. طب شفت كام حاجه فقلت له اختيارك رائع. هند عارف ما يهمهاش راي اي حد، انا بلبس اللي انا عايزاه واعمل اللي انا عايزاه. بلبس اللي انا عايزاه بعمل اللي انا عايزاه، ما حد مفيش حاجه اسمها بعمل اللي انا عايزاه، انا بعمل اللي انا عايزاه باحترام. يعني المهم ان انا ابقى محترمه نفسي بس. انا قصدي لو في اطلاله مثلا الجمهور انتقدها، هل بعد كده ما البسهاش ولا انا بمشي على راي الجمهور؟ لا البس ايه يعني حضرتك، معلش يا جماعه في ناس كتير عماله تتصل بيها مش عارفه ليه يعني. مفيش حاجه اسمها انا بحترم نفسي قبل ما احترم اي حد. انا بلبس اللي بيليق عليا بس. يعني الاطلاله اطلاله عاديه جدا، يعني في ناس كتير بتلبس اكتر من كده وحاجات، يعني هم حرين، لكن انا كهند عاكف بحب احترم نفسي الاطلالات يعني. وبس عشان الكلمه دي ما حدش يقول لك تحترم نفسها ولابسه مفتوح، لا يا جماعه دي بطانه وكل الناس شافت ان هي بطانه يعني. واضح ايه؟ ان هي بطانه فعلا بالظبط. بس انا قصدي ممكن في التصوير يبان ان هو هم حرين بقى. انا اعمل ايه طيب؟ اقولوا لي اعمل عشان جسمي ابيض، طب انا اعمل ايه يعني؟ قولوا لي يا جماعه دي بطانه يا جماعه. انا بلبس الشيء اللي انا بحس ان يعني فعلا مناسب ليا ومحترم في نفس الوقت. فدي دي بطانه. دي بطانه كده الاصفر ولونك ابيض بلوندي عادي يعني. بقالي كتير ما لبستش اللوك ده، الشعر الاصفر والاشقر ده بقالي كتير ما عملتش لوك جديد. عادي مش وحش يعني. من الناس كلها بتعمل لوكات جديده. تغيير عن الاغنيه الجديده بتاعتك؟ الاغنيه الجديده عصابه حراميه فلسطين عربيه. طب انزلي كده عشان الاضاءه بس. عصابه حراميه فلسطين عربيه دي تاليف شعر كبير استاذ احمد شوقي، الحان تيمور، توزيع تيتو وسيم مهنسوت، اخراج طبعا الكليب دكتور اشرف صلاح. ابطال الاغنيه الاطفال اللي معايا، يعني اطفال حضانه شاتو عبير طبعا، بشكرهم ان هم وفروا لي كل الامكانيات عشان احنا نقدر نعمل الاغنيه بالشكل ده. والاغنيه كانت فكرتنا يعني فكره استاذ شاعر احمد شوقي، ان احنا نقدر نعمل حاجه ندعم بيها القضيه الفلسطينيه، ونقدر يعني احنا فنانين ده دورنا يعني. طب عايزين برضه نتكلم عن داعمين للقضيه الفلسطينيه، وشفناها مره كنت لابسه فستان العالم فلسطين. شايفه دور الفنان ان هو يدعم القضيه؟ طبعا دور الفنان يدعم جميع القضايا اللي موجوده اللي بلده مهتمه بيها. وانتوا شايفين طبعا القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم ازاي بالقضيه الفلسطينيه، فاحنا لازم نكون يعني بندعم احنا كمان كمواطنين مصريين.